السؤال. يعطيك العافية نواف العتيبي، تشرفني. طيب سيف الحارثي المتسابق الثاني معنا اليوم واللي ما حصل على 500 نقطة وانتوا شفتوا ايش سوى سياف. على فكرة أنا لما سألتني ما جاوبتك من الشخص اللي أعطاني السؤال، ما جاوبتك، لكن أنا كنت أقول أن أبوك رجل جميل لأنك سألتني السؤال الأول، أو أني دقيت على أبوك وقلت كيف حالكم، يعني ممكن ما يكون أبوك وممكن يكون أبوك، ما أبغى خلاف أبوك. نواف العتيبي هذا ظرفك، إيش فيك مستعجل؟ نواف قبل ما تفتح الظرف، أنت سويت أشياء غلط في حياتك؟ بن آدم خطأ. طيب خلني أجيبها بمفردة تليق فيك، يعني قد جبرتك أو أجبرتك الحياة إنك ما تقول الصدق؟ أكيد. ندمان؟ أكيد. في أشياء إلى الآن لم توضح؟ أكيد. أنت راك خرجتني يا ولد. طيب خلني أتكلم في المنتجة هنا وفي إدارة القناة وفي المجتمع حولك. نواف يوم من الأيام أنت أصريت أنك ما تقول الحقيقة عشان حاجة معينة؟ إيه. طيب افتح الظرف وقرأ لي فيه. حاول ترفع الظرف شوي. لا ارفع الظرف. نظراتك هذه لا تكررها. نواف قرأت السؤال؟ قبلت بس أبثاً. كيف؟ كيف؟ خلنا من كيف وخلنا في السؤال الأهم. لا عادي 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 أنا أعطيك لو كيف؟ كيف إني جبت السؤال مثلاً؟ إيه كيف؟ يا أخي توفيق من الله. طيب بينك وبين نفسك ما وش بيني وبين نفسك؟ بينك وبين نفسك نواف، يعني اجبرت انك تقول الشيء هذا صدق؟ اجبرت انك تعيش الناس الوهم هذا؟ اي. لا زال الوهم مستمر في المنتجة؟ اي. ولا زال مستمر في 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 مجتمع نواف؟ طيب نواف انا اعرف السبب، فانا ابغى نواف اذا جاء يوم من الايام وكشفت حقيقة نواف ما يكون نواف غلطان، ما يكون نواف بعيد عنه وعنك وعن السامعين كاذب. فأنا باك تبرر الموقف هذا وليش قلته وإيش كان، وإذا ما تبغى تقول ليش قلته يحق لك ومبروك الخمسمية. تفضل نواف. طيب خليني أعطيك سؤال نواف. بس صيغة غلط، صيغة السؤال غلط، ما يعتبر كذا، يعتبر إخفاء حقيقة فقط لا غير. أنت يمكن طلعني أو يمكن اللي كتب السؤال يطلعني مظهر غلط، أنا كذبت ما كذبت. إخفاء حقيقة وش معناها؟ أخفيت الحقيقة. طيب خلنا نقول السؤال. نواف عندك الحق إنك ما تجاوب، بالعكس، وترى دائما أصر إني ما أجيب أي سؤال يكون فيه هو ان شاء الله، بس انه يعني لو كتبت السؤال بصيغه طيب جيده شوي. اول كلمه اخفاء حقيقه نواف بتخرجه من الثانوي على اداره القناه وعلى المجتمع من حول نواف، صحيح؟ صح. انا قلت لك ذكرت السؤال هذا عشان يوم من الايام اذا كشف نواف ما يعتبرون الشخص غلط، يعتبرونه انه الشخص الصح. برر لي نواف. طيب انا اسمح لي ابرر لك، انا ما كذبت على الاداره بل انا اخفيت الحقيقه، وانا فعليا اعتبر متخرج من الثانوي، ولكني اضطريت اني اسحب شهادتي قبل لا ادخل البرنامج، مو عشان البرنامج، انا سحبت شهادتي قبل البرنامج بمده لانها اثر علي سلبيا في دراستي، روحاتي للمستشفى ومراجعاتي مع اختي مزون الله يشفيها وامي، واني انا اجلس مرات في الدوادمي عند اخواني وخواتي، اكون يعني معهم واصحيهم من المدارس واوديهم للمدارس، اثر علي سلبيا من ناحيه الدراسه، فقررت اني اسحب شهادتي بعد استشاره امي وابوي،
طبعا هم رفضوا، ولكني انا شفت انه صح اثر علي سلبيا، فقلت انه راح اسحب شهادتي واكمل السنه الجايه ان شاء الله ترم واحد بس، واكون يعني جاهز له ان شاء الله ما يكون في ضغط. نواف، انت قلت للاداره بالشيء هذا ولا الاداره لم تعلم؟ لا لا بالعكس، ويوم شفت ان، وانا فعليا رفضت يوم شفت ان الموضوع جدي من الاداره، يوم انهم استقبلوني قالوا خلاص راح تباشر رفضت، بعدين طلعت وكلمت امي، ويوم كلمتها قالت ارجع وادخل لعلك تكون سبب في رزقنا. فهنا استجمعت القوه اللي فيني ورجعت للاداره وقلت اني انا مستعد اني ادخل باذن الله. باقي شيء تقوله؟ بس وانا فعليا كنت متفرغ، هم قالوا انت متفرغ، قلت نعم متفرغ، ما حددوا لازم تكون متخرج السنه دي ولا السنه اللي فاتت. طيب تسمح لي اعلق؟ تفضل. هنيئا لاي عائله تملك ابن اسمه نواف، مبروك 500 نقطه. بطل ابو عمر، بطل. لما يجيك الشخص ويضحي بحياته الدراسيه ويحاول يخفي الامور هذه قدام المجتمع عشان نفسه وعشان اهله وعشان اخته، اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يشفيها ويشفي جميع المرضى، هذا قدوه وشخص نعتز ونفتخر ونتشرف. بالعكس نذكر اسئلته قدام الناس عشان اذا جاء الوقت اللي بيفهمونه غلط ما يفهمونه غلط يفهمونه صح. بهاج تفضل معي. حياك الله يا بهاج.